يبقى هات بقى كده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك؟ يقول: أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يشز عن طاعته. إنما دي تثبت لي صفة القهر، وأنني إذا أردت شيئا قهرت الغير عليه، إنما ما تثبتش المحبوبية لي. وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يجيئوني باختياره يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه اللي أنا عايزه يمشي، وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني. يبقى إذن ربنا مدام خلق ليعبد، نقول له: طيب ما يعبد يعني ما كل ما تحققتش ليه؟ نقول له: آه، لأن يجب أن تفرق بين عبدة التي فيها منها عبد، وعبدة اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لأن في أمور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم، لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا رأي له متى يموت، مقهور في أشياء. تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع. ولكنه أيريدنا عبيدا؟ أردنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. أدي حققت كلمة إيه؟ عبيد. إنما هو يريد أن يحقق كلمة عباد، مراده الشرعي أن يحقق كلمة عباد. إيه الفرق؟ قال لك: العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم. واحد يشذ يقول لك: لا مانيش طائع، وواحد يقول: أنا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له: أنت عباد. أنت من مين؟ من العباد. إنما كلنا إيه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف: وعباد الرحمن. من هم؟ الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. إنما الكل إيه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا أو فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم: قل يا عبادي، ما دمتم بقيتوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية. مش بس فضلتم مقهورين لعبيد، لا، اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق: وما خلقت الإيه؟ الجن ألا ليعبدون. يبقى عايزهم إيه؟ عبيد ولا عباد؟ آه، عايزهم عباد. عباد يعملوا إيه؟ الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف ويمشي ويتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. وإلا فلو أراد الله أن يرغمنا على شيء أكان يستطيع واحد منا أن يرغم؟ ولذلك قلنا إبليس قال له ايه؟ قال له: إلا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم أنا مغدرش عليهم دول، أنا مغدرش عليهم دول. وبعدين قال: لا إكراها في الدين، لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لأن إخضاع القلب ده يتأتى لمثلك. يمسك الكرباج وانت هو قوي عليك يقول لك: اسجد لي يا ابن الايه، اهتف بحياتي. يقدر يكره قلبك ولا لا؟ إنما أيستطيع أن يكره قلبك ليقول لك حبني؟ ما يقدرش. فلو الإكراه، ولذلك شوف القرآن بقى لما يمس هذه المسألة يقول ايه: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هو أنا عايز أعناق؟
انا مش عايز اعناق، ان كنت عايز اعناق اقدر اعملها بدليل انني اجريت اعمالا قسريه ما حدش بيستطيع ينفذ منها ابدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه اشياء اقول له ايه؟ يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب. فالعباديه تاتي بايه؟ بالحب للتكليف. ساعه ما يجي الحب للتكليف يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي المهمه. فالمهمه ان نكون ايه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا ايه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا ايه؟ ما دام تركنا مختارين يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنه. اللي سرق ما سرقش غصب عنه، انما بس عمل عمل هو ما يحبوش، انما هو اداله اختيار في انه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله، لانه خلقه صالح كده. انا لما اجيب لابني الساعه ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي، ايه اللي جرى؟ هو حر خلاص. انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي آلة، وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام، انما تستعمل في ماذا؟ هي اللي يقال فيها حلال وحرام. اسمعوا، ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت، وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي. وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوه في برامج مش خليعه، ما جي اكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي. يبقى لما يدوروا على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن منادك، انما خرجوا عن محبوبك. فيه فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك به وهات به اللي على كيفك، بس اسمع لو حقيس تصرفك وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشينه يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك. انما انت اديته، انت قلت له اشتري اللي وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد.